المهم على بركة الله نبداو اوله. سو اول شده دابا غادي نديروها هي مع الكولي كيكون طالع وكيكون لاصق. ما عرفتش اش من فولة غادي ندير. المهم نديرو هذا الفولة. هذا اول شده كنديروها، كتاخذوا جهه قصيره وجهه طول منها شويه، كتزيروا الفولاغ ديالكم على العنق ديالكم بهذه الطريقه، ومن بعد كتاخذوا الجهه الطويله كدوروها بهذه الطريقه على العنق ديالكم، وكتحطوا هذا جنب بحال هكذا. ابخي كتشدوا هذا وكدوزوه من تحت من هذا وكتحطوه اللور بحال هكذا. فبهذه الطريقه هاد لي فولاغ الكول كتستافدوا منهم، كتستافدوا من ان الكول يكون طالع وفي نفس الوقت الفولاغ كيجي بهذه الطريقه. المهم هذه هي الفكره الاولى، سهله بزاف. دابا ندوزو للفكره الثانيه. المهم دابا خدينا كول اللي هو دومي كول او كول اللي ما طالعش بزاف، وغادي نديرو معاه هذه الفكره هذه، واللي هي انه غادي ناخذ فولاغ. طبيعه الحال كاع عندنا فولاغات نوع، المهم اي فولاغ اللي عندك منه جوج، وغادي نقطعوه من النص يعني كيف ما شفتوا معايا. ها هو قطعناه، عندنا هذا لو مورسو هذا وعندنا هذا لو مورسو هذا. فدابا ولا عندنا ان فولاغ اللي هو ان بتي فولاغ، فولاغ قصير، وهذا باش ان الفولاغ ديالكم ما يبقاش معكشكم لتحت. غادي ناخذوا فنيته، انا بالنسبه لي كنستعمل فنيته بلا ما ندير هاد الحركه احسن. صافي دابا شديناه مزيان، سيكوريزيناه مزيان بالفنيته، وغادي نشدوه يا ديروه هكذا وتخشيو هادي جنب وتخشيو هادي القدام بهذه الطريقه هادي، وهكا كيبقى الفولاغ ديالكم زوين. تقدروا تطويوه من هنا شويه غير باش ما يبقاش يبان لكم لاصق. كيف ما قلنا يا دوروا هذيك الجهه اولا حتى هذه الجهه هادي تدخلوها هنا تو سامبلومون، وكيبقى الفولاغ بهذه الطريقه هادي كيتغسل تحت، وفي نفس الوقت راه ما غيبقاش يبان لكم الثوب باسكو اصلا كتكونوا قطعتوا لا ماجوريتي ديال الثوب كيف هاد الباقيه هادي ما كتستعملوهاش. بون هاد الفولاغ هذا خذوا فولاغ اللي ما كتحتاجوش اولا عندكم منه جوج في جوج ديال الفولاغ، وتستعملوه غير وقيته ديال البرد مع لي تريكو كول، وبطبيعه الحال راه كتبينوا الكول ديالكم وكيجي على الشكل. من بعد ما استعملنا لو فولاغ ديالنا ليكرا، دابا غادي نستعملو لو فولاغ اللي هو خيط. غادي نستعملو واحد من هاد لي فولاغ لي خيط. المهم انا غادي نستعمل هاد لو بيج. كتاخدو الفولاغ ديالكم تحطوه بهاد الطريقة فنيته، بقي كنشدو هاد لابارتي هادي ويا كنديرو لها هكذا كنلويوها وكندوروها باش كتعطينا ان فوليوم، اولا كتخليوها نيشان يعني ما كدوروهاش بهاد الطريقه، كدوروها غير هكا كتشدوه من هاد لابارتي هادي بحال هكذا وكتطلعو وكدورو. المهم راه بجوج ديال الطرق كيديروا نفس لو ريزولطا. ومن بعد غتاخدو هاد لابارتي هادي اللي بقات وكدوروها فوق لابارتي الاولى بهذه الطريقه هذه الطريقه. من بعد كتخشيو لو فولاغ ديالكم، من بعد غنشدو هذا نديرو هنا وغناخدو الاخر بهذه الطريقه ونديرو له فنيته على الثاني، نديرو له فنيته من هنا وصافي. هذه هي الطريقه كيفاش كتلبسو الحجاب ديالكم مع هاد لي فولاغ اللي كيكونوا
خيط مهم نقدر ناخذ انا هاد لابارتي ونرجعها للور بهذه الطريقه باش كتعطيني هذا الشكل. المهم كاين بزاف ديال الطرق كيفاش تلبسوا هاد الفولار هذا، بزاف ديال الطرق باش تشكلوه وفي نفس الوقت كتكونوا خليتوا لو كول ديالكم باين، وهذا هو الهدف ديالنا من هاد الشتا هادي. المهم كاين اللي كيعجبهم انه يديروا هاد التقمقيمه هنايا، كاين اللي كيعجبهم يديروا هاد لو تريانغل، كاين اللي كيبغي يخلي الفولار هكا عادي. المهم راه بجوج ديال الطرق كيجيو زوينين وصافي هذا ما كان. سو دابا غادي ننتقلوا للشتا رقم ما عرفتش الرقم ديال الشتا، ولكن المهم نتوما تكونوا شادين معايا الحساب اولا نحط الحساب ملي نكون ملي كندير المونتاج. اول حاجه غادي نبداو بها اللي هي هاد الفولار اللي درناه غير طريف صغير، حتى هو نفس الشيء كتقدروا تستعملوه في هاد الشده هادي تو سامبلومون. غادي ديروا هكا، المهم اكسكوزي الفولار اللي انا دايره لتحت راه غير باش ما يبانش العنق ديالي في لا فيديو، اما بلا هاد بلا ما نكون دايره الفيديو راه كندير هاد الشيء منو لشعري كيف زعما ما كنحتاج انني ندير فولار لتحت. دابا غنستعملو في النيتو عاوتاني، غادي نسدو هذا هكذا et après on va tout simplement mettre ça en dessous. هاد الطريقة شفتو ما كيبان حتى شي توب اللي كيف ما شفتو، ما كيبان حتى شي توب اللي معمر ليا هاد البلاصه، يعني ما كيبانش حاجه مزحماني ولا شي حاجه. وفي نفس الوقت قلت لكم ممكن انكم باغ اكزومبل تشدوا هادي وتخشيوها اللور، وفي نفس الوقت راه كيبقى لكم هاد البلاصه ليبغ وهادي حتى هي كتبقى ليبغ. المهم بهاد الطريقه باش كتخليو لو فولار ديالكم يجي نيشان وفي نفس الوقت تبينوا لو كول ديالكم اولا ان كولي اللي لابسينو اولا اي حاجه. المهم دابا وصلنا للشده ديال الخيط، غادي نشدو هكا ياك، وهادي غادي نديرها قصيره بزاف، نديرها هكذا ياك. نديرها قصيره بزاف، نشدها هكذا، ندير لها الفنيطه. درت الفنيطه ابخي غنشد هاد لابارتي هادي وغادي نخشيها تحت من التريكو ديالي بهاد الطريقه، وغنشد هاد لابارتي هادي وغادي ندير لها هكذا. شوف المهم جات مخشيه في لوكول، شوف هو لوكول ديالي جا مخشي فيه لو فولار، وهاد لابارتي اللي بقات تو سامبلومون غادي ندير لها هكذا باش غاديه شنو كنقولوا نقصرها. وبالنسبه للبنات اللي كيبغيو يلبسوا لو نينيا سكارف اولا الحجاب اللي كيكون لتحت فيقدروا يشوفوا يستعملوا هذه الطريقه هذه، كتاخدي لو فولار ديالك بهذه الطريقه، كتاخدي لي مورسو يكونوا قد اولا مقاربين بعضياتهم. المهم انا غنحاول ناخذهم قد مقد، غادي ناخذهم بهذه الطريقه هذه، وكتشدوا هذا هكا كدوروه لهاد الجهه هذه لعند الاخر. وبطبيعه الحال هاد الطريقه هذه ديال الفولار كنصحكم انكم تستعملوا معاها فولار لتحت باش ما يبانش بطبيعه الحال العنق، و يا كديروا هكذا بهذه الطريقه و كتعقدوا. كديري هادي هكا ولا هكا، المهم كيكون بهاد الشكل هذا. كنشدو لو فولار ديالنا كناخدو دو بياس لي كيكونو مقادين، ابخي كنديرولهم هكدا كنسيكوريزيوهم بان سيفتي بين، كنسيكوريزيوهم بفنيتا بهاد الطريقة سيكوريزيناهم. ابخي كنشدو هاد لي دو بهاد الطريقة
كنشدوهم وكنعقدوهم للور. بون هاد الشطه هادي تري ما كنعقدوهم كنديروا لو كول ديالنا بهذه الطريقه وكيجيوها لكم. كنكونوا عقدناهم للور وكيجيو بحال هكا. من كيف ما قلت لكم كنا عقدناهم للور وكيجيو بحال هكذايا. المهم هذه هي الافكار اللي جاو لي في بالي انني نوريهم لكم وانني نبارطاجيهم معكم، حيت بزاف ديال البنات كيوحلوا مع لو تريكو كول، كتقول لك كيفاش كندير الشده العاديه ديالي كيبقى يبان لو كول الشكل كيبان مخشش ولا شي حاجه. المهم هاد الطرق هادو راهم ساهلين ومهم كيخليو ان لو كول ديالكم يبان وفي نفس الوقت انكم تكونوا مرتاحين. المهم هذه كتبان لكم شويه مزيره ما غير حيت دايره ان فولار من التحت لي على ود لا فيديو درناه، مي فاش غتكوني دايره بوحدو راه غادي يجي ساهل. وهاد لي فولار هادو ديال الخيط راه كيكونوا ساهلين بزاف في اللبس. المهم دابا بقات ليا اون ايدي اللي تفكرتها دابا واللي هي كيفاش تلبسوا هاد الخيط مع الكول العادي، باسكو وريتكم غير شنو كنقولوا ليكرا، فرجعوا الخيط مع الفولار العادي ونوريكم كيفاش. كيف ما شفنا ها هو دابا عندنا ان كول ان تريكو كول اللي هو عادي. كنشد الفولار ديالي كنديرو في هذه الطريقه هادي هي كنخليه بهكا وكيبان بلي هذا لو كول هذا، اولا كنديرو هكذا وصافي. هذا ما كان، كنتمنى ان هذا الفيديو تكون عجبتكم. الا عجبتكم ما تنساوش انكم ديروا لايك وخلوا لي لي كومونتير ديالكم لتحت، واش تبغيو انني ندير لكم شديدات ديال الفولار هكايا زعما مختلفين. خليوا لي الافكار ديالكم في لي كومونتير لتحت وبارطاجيو هذا الفيديو مع البنات اللي كتظنوا انهم غادي يستافدوا من هذا الفيديو. وشكرا بزاف، السلام عليكم.